أناس يختمون القرآن في كل يوم ختمة كاملة، أنت في شهر لا تستطيع أن تختم ختمة كاملة؟ قد يقول البعض أولئك السلف رحمهم الله تبارك يختلفون، فاضين ما عندهم شيء، أوقاتهم متسعة. لا، ليس الأمر كذلك حتى في زماننا هذا. أناس يختمون القرآن في كل ليلة لهم ختمة. امرأة أعرفها، امرأة في كل يوم ختمة، إلا في العشر الأواخر ختمة ونصف. الآن في زماننا هذا موجود أم عيال كل يوم لها ختمة، وفي العشر الأواخر ختمة ونصف كل يوم. ليست أقوى منك ولا أحسن منك ولا أتقى لله منك، والتقوى محلها القلوب، والله أدرى بما في قلوب الناس سبحانه وتعالى. لكن أقصد لست عاجزا، ولكننا نضيع أوقاتنا فيما يفيد وما لا يفيد للأسف. ختم القرآن يستغرق 10 ساعات في القراءة المتأنية، فإذا كانت القراءة حدرا في 8 ساعات تختم القرآن.